أوكيو المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة تستكمل استعداداتها السنوية لتلبية احتياجات محافظة ظفار من المنتجات البترولية في موسم خريف صلالة 2023. ومن أهم هذه الاستعدادات إضافة وتشغيل ذراع تعبئة جديد لمنتج وقود السيارات M91 منذ منتصف شهر مايو، زيادة الإمدادات البترولية في الطريق بين أدم وثمريت، توفير محطات متنقلة لتقليل الوقت الزمني لتوفير الوقود في المحطات، توفير الكميات المستهدفة من المشتقات البترولية من شهر يونيو وإلى نهاية شهر سبتمبر 2023، انسيابية الحركة بين مستودع أوكيو بميناء ريسوت ومحطات التعبئة، إنتاج وتجهيز المشتقات النفطية بالتنسيق مع شركة النفط العمانية وشركة الماء وشركة شل، عمليات التزويد بالمنتجات البترولية على مدار 24 ساعة يومياً، زيادة عدد ناقلات المنتجات البترولية بالتنسيق مع شركات التوزيع، تعبئة ناقلات غاز الطبخ من محطة غاز صلالة يومياً على مدار 24 ساعة، تشغيل سفينتين لنقل المنتجات من صحار إلى ريسوت، إضافة سفينة ثالثة وتشغيلها من شهر يوليو لتوفير وقود السفن، إتمام جاهزية المعدات والخزانات في مستودع مجموعة أوكيو بميناء صلالة للمنتجات البترولية، زيادة كميات وقود الطيران مواكبة لزيادة عدد الرحلات الجوية، إضافة إلى جاهزية فريق أوكيو للحالات الطارئة على مدار 24 ساعة يومياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أوكيو طاقة بلا حدود.